بيونت 34 راح نتحدث ايضا عن الشد ولكن الجزء الثاني. كتبوا لي ملاحظه عن الشد الجزء الثاني. تستخدم الشد مع انسست ريكومند سجست. هذه الافعال تستخدم مع الشد. اذا هسه حاليا عندنا مفاتيح الحل للشد. عندنا مفاتيح حل للشد اللي هن المفاتيح. شنو هم؟ شنو هم المفاتيح؟ من يقدر يقول لي؟ اولا اللي هم I think والافعال اللي نطيتكم اياها ذني والمعنى. وايضا عندنا هذني الكلمات it is important vital necessary essential. ذني كليتهن ذني كلهن شبيهن ذني يجن ويشود يجن ويشود. ذني كلهن يجن ويشود يعني مفاتيح الحل ذني تجيك بالامتحان. انا ادري بيكم اعرف كل اللي قاعد يسمعني هسه يعرف متاكد يعني مو الكل ولكن متاكد ما كان يعرف بانه اكو مفاتيح حل للشد ولا يدري اصلا استخدام الشد. يعرف الشد للنصيحه وقبل بس صحيح. انا ما اعرف اي لا انا اعرف الطلاب انا اعرف الطلاب انا الفضل الله سبحانه وتعالى اللي خلاني انجح بقسم اللغه الانجليزيه وخلى كل طلاب العراق وكل الجامعات تقرا على شروع دروسي. السبب اولا هو توفيق الله سبحانه وتعالى وهذا السبب الاول والاخير ماكو غيره يعني. ولكن السبب اللي المتعارف عليه والسبب اللي انا دا اشوفه لان انا اعرف معاناه الطلاب. فانا متاكد من عندكم ما تعرفون شنو مفتاح الحل. هاي معلومات كلها جديده لكم لازم تقرونها لازم تحفظون هاي الافعال ريكومندد تجوا وياها الشد. انا من تجيني جمله اظل صافن عليها ما اعرف احلها. ليش؟ لان ما قاري مفاتيح الحل. اقفل على هاي الماده الا اسيطر عليها ما اتركها خلاص. اذا الشد دائما وعدها ادوات والمفاتيح الحل اللي هم قدامكم يشوفونها خمس افعال وهذه الكلمات الاخرى it is important necessary والى اخره. فهنا بهاي الجمله قلنا الشد. يا ليش استخدمت الشد؟ لان مفتاح الحل قدامك يا بطل. ايضا الجمله الاخرى اعتقد صارت الامور واضحه. We do not use with suggest to. كتبوا لي ملاحظة لا يمكن استخدام بعد ال suggest to. لا يمكن استخدام بعد ال suggest to. ما يصير مرة أقول I suggest to. ما يصير. ملاحظة كلش مهمة. ممكن يجيب لك جملة الأستاذ يقول لك مثلا على سبيل المثال What do you suggest us to do? Suggest us to do. حط لك ورا suggest to مو وراها مباشرة وراها بكلمة suggest us to. يقول لك هاي غلط ما يصير تحط الجملة هاي غلط. من تريد الصحيحة تحذف التو. إذن التو لا يجب أن تستخدم بعد suggest. التو لا يمكن أن تستخدم بعد suggest. لا يمكن استخدام التو بعد suggest. I suggested that she be she by she by. ما يصير استخدم to. لا يمكن استخدام to بعد suggest. ملاحظة مهمة جدا. ملاحظة مهمة لا يمكن استخدام بعد suggest to. طيب سؤال هل نقدر نستخدم مرة suggest فعل ب ing؟ نعم نقدر. كتبوها ملاحظة. يمكن استخدام بعد suggest فعل ب ing بس ما يصير احط تو. مثال عليها what do you suggesting doing. what do you suggest doing. اقدر استخدم بعد السجست فعل يحتوي على الاي ان جي.
طيب ملاحظة أخرى أيضا مهمة، هنالك صفات تستخدم مع الشد اللي هم strange, odd, funny, typical, interesting, surprise, surprising. هذول الأفعال يفضل استخدامهم مع الشد. هذه الأفعال يفضل استخدامها مع الشد. هذه الأفعال يفضل استخدامها مع الشد. زين. ملاحظة أخرى مهمة، يمكن استخدام الإف مع الشد. والله العظيم مفاتيح الحل مرتبة وحلوة، تقول لك بس تعال اقراني، تقول لك أنا بشاربك بشاربك بس تعال اقراني أخوي أخوي. إذن الشد دائما تستخدم ويا الإف. ملاحظة أخيرة مهمة جدا، والله ما أعرف يعني حقيقة، يقول تستخدم الشد للنصيح. بالله عليكم تابهوا يا مو قايل I should shouldn't to give advice، أعطي نصيحة. I advise you to wait، أنا أنصحك تنتظر. I should، I نصيحة. طيب خوش ولا يهمك، خلينا نرجع على اليونت اللي قبله. هنا ايش قايل؟ يقول I use should to give advice. شنو هاي؟ مو I should to give advice، هذا اليونت 33. وبالأخير هنا ايش قايل؟ قايل استخدم should to give advice. أدري أنت مو ذكرتها قبل هاي المعلومة، عش ترجع تعيدها النوب مرة ثانية ودوخ الطالب؟ ليش؟ شنو الفائدة من وجود هاي الشد مرة أخرى؟ هاش بيها هذا؟ يعني حقيقة والله المعلومات كلها مكررة وإحنا أصلاً ما أخذينها. يا أخي ليش تكررها علي وحاط لي أف؟ حط لي إيه ورحم الله والديك. ليش؟ هذا هو على السبب اللي خلينا نخرب في الامتحان. إيه إيه. إنه مثلاً هاي إيه مكررة، هاي لا تقروها ولا أباوع عليها. خلاص. ليش؟ لأن إحنا أصلاً ما أخذينها فما يحتاج أقراها. عادي معلومات مكررة. يعني هو ترى بالمناسبة أنا أعرف شنو السبب اللي خلاه يكرر هاي المعلومات. هو من يدرسكم ويعيد المعلومة يعتبرك أنت طالب بحياتك ما شايف إنجليزي، ويستنطيك معلومات من الصفر غير الكتاب. ترى الكتاب ينطي معلومات من الصفر، ولكن المشكلة بأن الأستاذ من يشرح المادة يشرحها بمستوى أعلى من مستواك، فهاي المشكلة اللي قاعدة تواجهنا. أما الكتاب ليش قاعد يكرر المعلومات؟ يعتبرك أنت طالب يعني ما داخل انجليزي ويعطيك معلومات صفر. يعني حتى اكو يونتات ترى ما اخذ قايل لك الام تجي ويا الاي، وقايل لك الدو والداز والديد، يعني معلومات اصلا يعني معروفه. فهو من يشرح لك يشرح لك معلومات انت لازم يعني شلون مثل ما تقول من الصفر. فهذا كل ما يوجد بالنسبه ليونت 3 4 و30.